نجم الليل أول إديسيون بالنسبة لي في شهر فضيل في شهر رمضان، ويعز على قلبي برشا أنه قعدت نلوج برشا على الحوار هذا عندي مدة. الحمد لله كان مع نجم من أكبر النجوم اللي نجم نقابلهم في حياتي، نجم بامتياز ونجم من نجوم البلاد هذايا ونجم من نجوم الوطن العربي، ومش ما نقولش نجم عالمي راه نجم عالمي، لطفي بوشناق. مرحبا. ربي يباركك، ربي يفرحك، صحة شريفتك. صحة لك يا سي لطفي. ربي يبارك وصحة شريفتكم الكل، ورمضانكم مبروك إن شاء الله يا إن شاء الله سنين دائمة يا ربي. ربي يبارك لك، ربي يبارك. والله شرف كبير برشا ليا أنه وأنا الشرف ليا في الميسيون الأولى أنت حاضر معنا. أبسط عباد الله حبيبي. ربي يخليك يا سي لطفي. ربي يبارك لك. لطفي بوشناق برشا ما يعرفوش الصغر نتاعو، وين قرا وكيفاش بدا، من عام 54 مولود في الحلفاوين. الحلفاوين 54 القنطرة سيدي عبد السلام. حصل على الحلفاوين قبل؟ لا لاعب أخر. أما خير قبل ولا توا حلفاوين؟ قبل 10,000 مرة خير من قبل. قبل خير برشا. شو اللي تبدل فيها الحلفاوين؟ ما عادش شكل القاعدة نتاع الناس نتاع بكري، قهوة العنق والناس بجبايب وبلايز وقنطرة وقرن وشاشية معنقرة ومشموم في قرنه وجبايب قمراية والناس قاعدة والولاد الصغار يتعداو قدام يوصلوا قدام القهوة يبدلوا المادة ما يتعداوش على المادة يحشموا بايش قخالو ولا عمو ولا بايش. وكانت غاديكا والخضارة وتوا كانوا يعملوا كل ماناج غاديكا وترشنو حسيلو دنيا أخر، دنيا عالم أخر. أي عالم أخر. صغرك صندوق أسود يا سي لطفي، عمري ما ريت الحوارات أنك حكيت عليه، معاش اسكو ما جاتش الفرصه ولا انت ما تحبش تحكي على الصغر، معناتها لوش الحوارات اللي عملتهم كل ما نلقاش معناتها حوار بالرسمي في بيوغرافي نتاعك، وين قريت وانت صغير، قداش من خوخ عندك؟ عندي 10 اخوات تبارك الله، وانا قبل الاخراني، وعندي 10 عمومه، وعندي 17 خال. 17 معناتها يتلموا الاخوال والعمومه مع بعضهم، معناتها 10 و17 17 تبارك الله. قول هكا لا 10 27 باش تعديها على قداش من واحد يا بابا. 27 تو فهمت علاش ما حكيتش عليهم في الحوارات، خاطر 27 كان ما كانش. كان بابا كيف تفرجت انا في سي السيد، سي السيد يجي تلميذ عند بابا. شو تتذكر من الولد في الصغر؟ صعب، صعب برشا، ديسيبلين عبله. كنت كي كبرت عرفتش معناتها، معناتها باش تسير عائله فيها 10 اولاد وامهم وماكلتهم وشرابهم وقرايتهم ونجاحهم وامنهم وكل شيء، ما كان بلا فماش ديسيبلين حكايه فارغه. ومن غاديك تبدا الحكايه الديسيبلين اللي انا ما عندي معاك موعد معنا وقت اليوم 10:30 10:30 بيت. الحمد لله والله، حتى المعد نتاع الحصد اللي دما قال لي سي لطفي بعد 3 دقائق نبدا بحذاك، قال لي والله غزات المنقره قام 3 دقائق بحذاك. لا بلا لا ديسيبلين هذه معناتها. اسكو ينجم يكون الولد نتاعك خذاها من عند عزيزك الله يرحمه اللي هو كان ميليتير ديجا؟ اي ما نعرف، معناتها ديسيبلين تاع الانضباط تاع الميليتير ديجا. اما لا هي شخصيات، عموماتي الاخرين تربيوا بنفس البو، اما مش كيما بابا، معناتها ستان كاركتير، معناتها ان يتا ديسبري. دونك تذكر منه الديسيبلين الولد. الديسيبلين انا كنت نحكي له على الموسيقى، انا موسيقى كان رافض من الاول انك انا موسيقى يا ودي تحكي بجدك جمله بكل حتى تعرف. كانت عندهم غزره اخرى على على الفنان، معناتها اللي ما عندوش مستقبل وما هيش معناتها خدمه بتعليل وفيها برشا مشاكل وفيها برشا، ما يحبش يقول لك ولدي يدخل غادي. شو كان يتمناك تطلع الولد تكون؟ هو راهو كان يتمناني نطلع طبيب ولا افوكا ولا عالم. هيك عالم موسيقى اليوم ايش بهم هذا؟ وهذا عمري ما خططت له. وانت تداوي فينا بالموسيقى انت؟ العفو يا سيدي، عمري ما خططت له، عمري ما برمجت له، عمري ما كنت حاطط في بالي اللي باش نولي انا مغني محترف ونعمل اللي عملته هذا، عمري ما كان في ما في في انا هاوش نرجع له هذايا من بعد وقتاش بديت البدايه نتاعك مع الموسيقى، وقتاش الحب بدا الحب والغرام هذا. اما نورمال انت ولد الحلفاوين قلت لي، معناتها نورمال مو مكشخ. كنت انا كنت بموسيقى الحلفاوين، خليني نقول لك كنت انا لعبت في الاسبيرانس ايكول ومينيم وكادي، وكنت نحب الكلوب، نلعب في الاسبيرانس ونحب الكلوب. كبرت توا وتبعت توا مع صدق معناتها ما عادش نفرق بين ليتوال والكلوب والاسبيرانس، وليت نتفرج على الكوره
نتفرج فيها بعقل. لا عند انتم صحه لكم خلطتوا على جيل بصراحه نتاع جينيراسيون تاع كوره، احنا اليوم سماو ما رينا شيء من الكوره. لا والله حتى فما توا حتى فما وليدات بصراحه الاسبري يتبدل والتكتيك وجدين اخرى توا ولا الفوتبول كل ولا كل معناتها كنت كور في الحومه قبل مع كنت نكور مع الاصحاب ومع اكيد انا كنت نتصور قبل قلت مشيش يطلع سيلوت في ما توقتي كور وهما في الحومه وهو يبدا مغروم بالموسيقى يخليهم يمشي يعمل كور لا 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 جمله اللي كنت صغير قلت لك ما كنتش كنت مغروم نسمع الغناء ونحب الغناء وكل شيء وما كنتش معناتها نمارس فيها معناتها كيك هاوي معناتها كانت هواية. القصه بدات مزيانه برشا من الحلفاوين، هذاك علاش اخترنا لك اغنيه باش تذكرنا بالحلفاوين، ريتك ما نعرف فين، اسمعوا بصوت لطفي بشنا. تفضل يا بابا. بالضبط عندك 70 71 72 إدارة الثقافة بن خلدون، مع سي توفيق الضويوي الله يرحمه. الله يرحمه. كيفاش مشيت أول نهار؟ يا ودي مشيت وقتها قالوا فما غاديك معناتها كلوب نتاع موزيكا ترى شكون معايا، قال إجا أعمل طلع مشيت يا أخي دخلت في القرآن معاهم، سمعني سي توفيق الضويوي كان الله يرحمه كان حس بامكانياتي، حس معناتها بصوتي، فقعد يصطاد في الفرصه. وكان وقتها معناتها عبد ديما نحكيها عدنان الشواشي نحييه وعبد القادر العسلي حسيله برشا اصوات كبيره معروفه، جات حفله عملها شو اسمه كان واسطه فيها حبيبه هميمه في قرعه لندلس. عدنان كان تعب شويه اعتذر عليه الحضور فاغتنم الفرصة قدمني في قصارية ذيك غنيت لأجل النبي، من وقتها نغني لليوم من كانت ذيك أول الفرصة. أي الحمد لله بديتها بلأجل النبي الحمد لله وذيك علاش ربي اعتخير 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 إن شاء الله ربي ديما محلولة في وجوهنا إن شاء الله يا رب. أنا باش نعطيك أسامي وقل لي كل واحد كي باش تلخصه لي في كلمتين ثلاثة في جملة شنو تحب تقوله. ماه علي السريتي سيدي وبابا وفضلوا علي الآخر لحظة في حياتي. كيفاش؟ جست خنقوله اللي يسمع فينا هو ملحن كبير أب روحي وأحمل أحلى ذكريات معه وما ننساش حياتي كاملة وما فماش لقاء ما نجبتش عليه وما نحكيش عليه هو وما تحب نسمي نخري لا عرفش نجيك أنا كان نسيت أنا اسم من بعد قولي باه بادم فتحي باهيش مشوار كبير ونقلة نوعية في تاريخي عنده فضل علي. ما كيفاش نقلة نوعية في نقلة تاريخ؟ نوعية كنت معناتها علمين وعلي صار وعرفت آدم رجل معناتها عنده بعد نظر وعنده خبرة وعنده ثقافة كبيرة فنية وأدبية في كل المجالات، فمعناتها حط لي مشروع. هو اللي رسم المشروع اللي وصلت له انت اليوم. نعم هو جزء كبير في المشروع متاعه وانا كذلك كنت منضبط. لا عاد حكينا عن ديسيبلين قبيله تبارك الله ديسيبلين منظمه هكاك. انور ابراهيم احلى ذكريات معاه يكفي هالغنايه هذه، هو سيد علي دلوقتي نحييه فنان كبير واحترمه برشا انور، انت يكون له كل التقدير وعامل لنا اسمك بالقدام معناتها في العالم يستحق التقدير والاحترام، ونتشرف اني كنت معاه وصاحبته وتعاملت معاه العمل الكبير معاه سي علي اللي منهم شو اسمه منهم ريتك ما نعرفين به نجيب الخطاب الله يرحمه معناتها يقعد في الذاكره، معناتها من المنشطين اللي عمل ثوره في التنشيط في تونس. اللي كانت عندي صديقة خاصة. عندي صديقة معاه حلوة برشا زادة. معناتها كان فيدال، كان مخلص لخدمته، كان يحب خدمته برشا وكان متجدد وكان ناشط وذاك علاش معناتها شد ريتم كبير برشا بدنه ما شدش. هذولي كيما توانسه كل نهار اللي تلقيت خبر وفاته معناتها كان نهار صعيب برشا. حتى في مقتبل العمر يا حبيبي. باهي كان نسيت انا اسم قول لي تراه. فتحي زغنده استاذي الكبير. اهي. صالح المهدي استاذي الكبير. اسماء ذوما زاده ما ننساش فضلهم.
دونك البدايات نتاعك كانت مع الاسماء هذوما. اي نعم. وانا أنا من حاجه اللي ديما نقولها خويا امين، من مشاكل اللي نعيشوا فيها حاليا هو قتلنا للمعلم. ما عادش فما معلم، كل الميادين في الميادين الكل ما عادش فما معلم. ما عادش فما معلم. انا سميت لك هذوما معلميه، تعلمت عليهم ودقيت عليهم الباب ومشيت تعلمت، ولليوم نتعلم. واضح؟ معناتها يعني انت بيدك معلم عاد اليوم؟ لا معناتها انت بيدك اليوم يستلم معلم عند عباد اخرين. اما قدامنا معلميه ما زلت نتعلم. ما عادش عندنا المعلميه معناتها سيدي الغالي، يلزمنا نخلقوهم حتى لو عندنا معلم. ماذا بينا انت المعلم تعلم لنا. انا اللي يدق عليا يدي مفتوحه للتعامل بكل حب ومن غير اي مقابل. ما فماش صوت انت اليوم تفضل معناتها ماذا بيك انه تعلموا على الاقل الاكسبيرينس اللي عندك. اللي يدق عليا نتشرف. ما جاء حتى حد حتى التو. حتى حد ما دق عليا. اللي يدق عليا ما يلقى كان الجواب، الجواب الايجابي. الموسيقى تبدلت اليوم في تونس ما عادش كي العاده. في العالم الكل. معناتها ولات ما يعبروا عنه بموسيقى الساندويتشات. نحترم الاذواق. اي اذواق هي. نحترم الانماط. اما تكون معناتها صحيحه. مش مقربطه. اما تكون صحيحه على اسس. قال كل كون سي كل سي كون سيدو كوني حاجه الباهيه ما فيهاش باي لغه باي نوعيه متاع موسيقى. المهم تكون صادقه وتكون مبنيه على اسس ثابته وفيها رؤيه وفيها حس وفيها روحانيه. بعد شويه باش نمشيو مع بعضنا لمصر. كان عندك حكاية خاصة برشا في مصر والخليج نحكي فيها بعد لحظات. ما كان نسيت اسم الاسماء. أنا مسامحك وانتي مسامحني. مسامحوني زادة اللي ما ذكرناهمش. ما كتعرف ليمات واحد نساي ومؤنث نساي هو نساي من أحلى الأغاني اللي غنيتهم. نسمع أكستريم منها سوت فيه. الليلة لطفي بوشناق نساي عيو سي حمادي بن عثمان أستاذ زاد. شكون تهديها الغنية ذي؟ شكون اللي تحبها وين السيء؟ لمن يهمها الأمر. مش لازم نعرفها شكون. سامحني سي لطفي مش لازم. خليها هكاك. خليها بالسترة. سبعينات حكينا عليها. في الثمانينات من 81 ل 85 مشيت لمصر. برشا ما يعرفوش اللي أنت كنت شيف ديسكال في القاهرة. أي نعم. في تونسية. خطوط الجوية التونسية فضلها عليا ونحياها اليوم اليومنا هذا. معناتها مش مشيت معناتها في اطار لا ما مشيت غاديكا ما غاديكا مشيت باش انا كنت معناتها حبيت من نلقى غاديكا استقرار اولا اني نخدم غاديكا ونزيد نعرف ومنك في الدومين تاع الموسيقى وباش ما نتلزش باش نهبط نمشي نغني ولا باش لا لا دونك كان طلب منك انت تمشي لمصر. طلبت انا وسعيت لها وربي سخرنا الحمد لله. دونك قلت برشا ما يعرفوش اللي انت شيف ديسكال في القاهره مساعد مساعد اي مساعد شيف ديسكال في القاهره. اي نعم. دونك كان عندك الوقت انك باش تقرب اكثر وتتشبع اكثر من موسيقى في مصر. هاي كانت تجربه حلوه برشا معناتها ذكريات من احلى ذكريات. قابلت كبار الملحنين عشرت احمد صدقي اللي بابا الروحي عشرت سيد مكاوي كمال الطويل هاني شنودة حلمي بكر معناتها وشفت الجو متاعهم كيفاش معناتها العيشة متاعهم معناتها كانت تجربة حلوة برشا معناتها. أما مش نحب نرجع على الخطوط الجوية التونسية. وانت ولدة تونسير معناتها وانت بصفتك ولدة تونسير أكيد ما يخفيكش اليوم من الوضعية نتاع تونسير. وضعية صعبة شوي الوضعيه ما نقولش خايبه قلت صعيبه. البلاد كلها في وضعيه خويا اي سبيسيالمون تونسير كل حاجه تمسها تقول لك اي كان نحكيه بصدق معناتها الوضع كله معناتها مش برشا شركات تعاني وبرشا شركات معناتها ما يجعلكش قلبك على تونسير. اكيد اكيد شنو يوجعني قلبي على بلادي كلها ما هي جزء من بلادي باهيشي ولا ما خاطر ولا حتى شركة أخرى كيف يصير لها مشكل بلادي هذه معناتها وضع بلاد ومصير بلاد. حتى أنا عام قعدت في تونسير ديجا أنت حتى ال 86 معناتها بعد ما روحت من مصر بعام. أي خذيت عام سون سوليد وبعد طلبت عام آخر رفضوا لي
قدمت الديميسيون مع كامل الشكر والتقدير. ومن وقتها لتوا نخدم أكثر من 40 سنة، لليوم ما خديتش نهار كونجي. أي في موزيكتك أوكا باش تعرف البوس صعيب. ريت ديسيبلين وين توصل. أكيد هذي ديسيبلين. معاش كان وصلتها لأولادك هذي ولا ديجا هكا قدامك؟ لا عطم بعد مازالوا كي بمراه وخلينا شوية وقت فاتم بعد تم بعد ديجا باش نحكيو. خليها انفيتي سوربريز هذا مش نقولوا عليه، اما خلي الانفيتي سوربريز تبع شوية رحبوا بيه. دونك والله باش نقول حاجة، مع ترى ما هوش برشا يعرفوا عبد الحميد، ما يعرفوش ولدك حمزة، ما تبرش يعرفوا عبد الحميد. عبد الحميد مش ناق. لا يعرفوا عبد الحميد خاطر مخرج وكل، اما حمزة ما يعرفوا حد. دونك خلينا لعل يجي بحثنا من بعد، ما عرفش نشوفه نحن من بعد، لعل يكون حاضر معنا. خلينا نعرفوه اسكو طالع البوه ولا لا، ماشي في خطى الموسيقى ولا لا. بعد شويه نحكيو كان جاب حذانا، ما عرفش سيروت في كان جاب حذانا ولا لا، كيك الله اعلم. في الثمانينات كانك مش موجود بالتليفون. في الثمانينات كان تعامل مع اسم كبير برشا في عالم الموسيقى، وانا بصراحه هذول يحصل له الشرف انك انت تعاملت معاه. الشاب خالد ني الشرف عطاو اللي باش نحكيوها الحكايه، والله باش تبهت برشا صدقني يا سي لطفي، مش في صدقه كي نقول لهم معناتها اللي فما غنيه معروفه برشا وعملت له سكسي كبير برشا في ظروف العباد، الظروف الصعيبه اللي كانت تمر بها الجزائر. وان شاء الله يا ربي نختنم الفرصه نقول ربي يوحد صفوفهم ويبعد كل بلاء على 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 الجزائر وعلى اخواننا في ليبيا. فرصه ان شاء الله ربي يصفي ميتهم بجاه القران العظيم في اقرب وقت ان شاء الله. تعاملوا معاه كان في اطار تلحين ايه؟ تلحين في اغنيه، ما انا مش نقول عليها حتى بعد نسمعوا منها شويه، خليك يسمعوا بشيبهته مش نقول لك ابي كيفاش هذا ملحنها لطفي بوشناق. معناتها هذاك التعامل الوحيد ليك في الراي ولا هذاك اول واحد واخر واحد؟ دق عليا ديريكت ما يا وينهم اللي غني وراي نورمالمون راهم بالصف، راهم شادين الصف بجاه ربي لحننا. لاباس معناتها اون ليجوند قعد تيتر ما يتنساش بكل. شاب خالد كيفاش كان تعامل معاه؟ تري بروفيسيونيل، راجل مضبوط، امور منظمه معناتها، كان وراه شريكه مش معناتها ما عندوش لي كابريس دو ستار هكا. لا 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 وادي تو جمله بكل حتى طرف به. ايا صدق او لا تصدق اخي المستمع، هذه الأغنية هي من تلحين لطفي بوشناق من غناء شاب خالد وكلمات آدم فتح. وي يا ولدة الروح نحلم نجي يوم عطر الحب يفوح، شوارع وحكايات تضحك بالعينين وتتدفى ساعات في قلبك ليالي شاب خالد لله يا الجزائر، من كلمات العليق سي ادم فتحي، من الحان لطفي بوشناق. يا خويا اتحفنا خويا بحاجتك، علاش يا ودي علاش كانت وحيده بركه مع الشاب خالد؟ انت دق انت دقيت والله علاش تعاملوا علاش هكا خويا حرمتنا؟ معناتها موجود جاز خويا، كل شيء موجود كل شيء موجود كان مسجل مش كان عام بالضبط عام اظن التسعينات، قول لي التسعينات وقت يعني وقت الأزمة الكبيرة اللي عاشتها الجزائر، وقت الأزمة الكبيرة اللي عاشتها الأواخر نتاعها. به قداش خلصت فيها وقتها؟ كان مش راس كنتي والقرآن حتى فرنك بالله والقرآن العظيم عمري ما خذيت من عند حتى فنان. نتحدى كان واحد يجيك نهار يقول لك لحنت وخذيت من عنده فلوس في حالة، نعطيتك عطيتك روحي عطيتك قلبي كي تنجح بيها ويديك تبقى لي في التاريخ قديش باش تعطيني؟ ولا غناية عمل حلو يذكره التاريخ ويبقى في الذاكرة، هذيك أهم حاجة تعطيها حقها وتعطيها معناتها الشي لزمها وتدعمها وتغنيها وخليها الباقي على الله. مش خاص كان جاو الناس كل خويا لا فما ولا فما يخموا هكا به. اليوم جيتنا بسينجل جديد، بما انه حكينا على اغنيه شاب خالد اللي قلت لنا حازه جاز. انا كيكه تو قلت يا انت ما عملنا تاع الراي شو اسمه الراي هاي اسمع هذه واحده هاب الاخرى يا سيدي هات سمعنا هي مش كامله ما سي با غرا يا سيدي اون اكسكلوزيفيتي حصريا عمرها ما تعدت في حتى بلاصه. شو اسمها الاغنيه؟ توكل على الله. اسمها توكل على هاي بارخ توكل على الله هاي
يا يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلبا تائبا ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك حاشاك ترفض تائبا حاشاك يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي لا لا أتباكى أنا لست أخشى من لقاء جهنم وعذابها لكنني أخشاك يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك مالي 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 وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أنا لم أعد أنا لم أعد أسعى لغير رضاك الله 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 يا جرام يا رب الله يا جرام يا عزيز يا غالي لفهمت الجاز لفهمت ابتهالات كي انت الوحيد اللي تنجم تعمل لنا حاجه كي معك يا ودي هكاك هبله والله انت الوحيد اللي تعطينا هبله من نوع هذا يا سيدي لطفي بوشناق العملاق لو غران يا ولدي خليني كبير خويا شويه اخر ان شاء الله لو غران باش يهزنا للدار دونك دخلنا للدار وفيديو تلقاوه شويه اخر باش نحكيو على البيت المغلقه هذه اللي في الدار اللي فيها كنوز الارض نحكيو عليها شويه اخر من غير ما تقول لهم حتى شيء من بعد نحكيو لهم يا سي لطفي باش نحكيو على مواقف سياسيه تنجم تكون تعبتك ولا انت تعبتهم دونك راجعين شويه اخر باش نمشيو في الاعماق ان شاء الله للدار وين ما يعرف حتى حد انه عنده وليد نواره زاد ابار عبد الحميد اللي تبارك الله عليه دونك حمزه يتعرفوا عليه شويه اخر ان شاء الله راجعين نجم الليل النجم الاوحد الليله هو لطفي بوشناق فاهم نجم الليل نجمكم اليوم هو لطفي بوشناق بعد عملنا دوره سي لطفي في الدار في الحومه من الحلفاويين تعدينا اخويا عملنا طلع على مصر على تعامل مع الكبير والغران هو انت الليله لما حاله هو قلت اني احصل الشرف انه تعامل معك الشاب خالد تعاملت زاده في حفل مشترك كان موجود في الاهرامات في القاهره مع الجروب ايام معناتها حاجه ممتازه برشا عملت مع دينو برلين ميرلين وعملت مع بينو دانييلي عملت مع وحدة عبيدة بارفين عملت مع نارولا جاسبندر في بومباي زاد عملت معها هو ذي مش غريب كي قال لي دليل عملنا توا حاجة مع توسكا جيت وتعمناه في مهرجان الجاز قعدت معايا كلي حسيلو عجبتها برشا سمعتها برشا أنماط عادة باش تخرج السيدي بتاعها طلبتني باش نشارك معها شاركت معها هذاك علاش مالا قال لي الاخ دالي دمق معدل الحلقه قال لي مشينا عملنا قهوه باش نعمل قهوه بحدك في الدار قال لي دخلت لقيت حاجه عمري ما ريتها في حياتي قال لي دخلت نلقى بيت من سقفها لقاعتها كلها ديتغوفي اوسمه جوائز 25 متر مربع معناتها من العالم كلها وقاعدين نشوفوا فيها توا ديجا الفيديو اللي صورها دالي قاعدين نشوفوا فيها توا على الويب دونك بالمناسبه اعملوا طلع على السيت نتاعنا www.mosaikefm.net تلقاو الفيديو موجوده دونك من العالم كل الاف الجوائز اللي ما تحسبش واحد حياته كامله لوز في جائزه
سي لطفي بوشناق عنده بيت 25 متر مربع معبية كلها أوسمة وجوائز من العالم كل. فضل الله. من جميع أنحاء العالم، من الهند. الانضباط الكل اللي حكينا عليه، الانضباط من بلايص الكل، ما فماش بلادي ذولي ما خديتش فيها جايزة سي لطفي. فما برشا الحمد لله، مازالوا برشا بلدان، زوز بثلاثة بلدان. لا 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 مش لهالدرجة، ما معناتها من العالم فضل الكل. الله باهي، ما تحسش أنه معناتها في تونس لهنا ما همش حاسين كأنهم اللي عندنا نجم بالقيمة متاعك. لا بالعكس. لا بصراحة والله بصراحة تقول أنت ما جاء دق علي الباب حتى حد. أنا نشوف روحي قال لي جل حالي، معناتها نقعد باهت قل أوسمة من العالم وكل هنا ما جاء دق حد بيزار. هو أنا قلت لك عندها احترام الجمهور التونسي، لطفي بوشناق موجود في الشارع، أنا نشوفه في الناس كيفاش تتعامل معايا، كيفاش يكون نوري الاحترام الحمد لله. وانا مانيش نبي، ما نجمش نعجب الناس الكل زاد. لا اخوي انت تعجب الناس الكل. لا نجم، انا نيش في ذوق ناس ما يحبوش فرانك سيناترا. لا سامحني ما يحبش فرانك سيناترا معناتها ما يفهمش الموسيقى. نحكي لك اي ما نجمش نفرض عليه. ما نجمش تكون معناتها اللي عندنا اللي ما يسمعش لطفي بوشناق معناتها ما عندوش ودن. لا مش لهالدرجه، اما معناتها هذه اذواق ونحترم الاذواق. بما انه احنا في الشهر الفضيل واحنا في شهر رمضان، تعودنا على صوتك مع موعد الاذان يكون موجود في القناه الوطنيه في الابتهالات. الابتهالات بصوتك معناتها حاجه ملي احنا صغار معناتها التوا ما التوا ما عادش سنه جوستو ما عادش. عندي كل شيء حاضر. اي معلش السنه تبدلت كل شيء بالكتبه والنصيب. السنه وقع تغييره مع المخرج امين العلوان اللي قاعده تقدم في ابتهالات. ربي ان شاء الله يوفقها ويوفق منير اللي احترمه كل الاحترام. منير هو رجلها؟ لا لا مش رجل. لا منير اللي غنى احترم الواحد وميزمش، كان مش فما كان لطفي فما ناس اخرين كل واحد ياخذ. انت ريتها الابتهالات اللي عملتها امال ولا شفتها؟ اي شفتها. شنو رايك فيها؟ هذاك هو معناتها احترم كل، ومش من حقي باش نحكم عليه. لا عاد كان انت متعطيناش بابا الغالي رايك سامحني شكون. لا انا نقول عمل يعني مقبول اقل شيء نقوله فيه. انا شوف باش نعطيك ثلاثه خيارات وانت تختار. الابتهالات اللي موجودة اليوم على القناة الوطنية يا إما هي عمل ممتاز ولا عمل متوسط ولا دون المتوسط. نقوله متوسط. شنو اللي ينقصه باش يولي عمل ممتاز؟ اسألوا أهل الذكر. قال ها أهل الذكر بيدهم بحقية في التصوير أو في الواحد وفي الأهل. سمحني أهل الذكر باش تسألوهم ذولي مش خير منك النجم. شوف ما تحطنيش في موقف حرج. لا والله ليه والله. أرجوك معناتها. لا والله ليه. قلت لك عوتنا بالصراحة متاعك وأنا يهمني الصراحة. قلت لك متوسط وخليها على الله. راضي بها ولا؟ تتسمع تتبع فيها. تتسمع ولا تتشاف؟ تتسمع نشوفه مش نسمع. تتسمع وتتشاف. هل حاز في نفسك إنه يقع تغيير مع تسنى على مستوى الابتهالات؟ حتى طرف. أنت ما عندكش ابتهالات أخرى كنت نجم تمدهم؟ عندي ابتهالات مع الأولاد الصغار ما تعملوش. عندي 30 ابتهال ب30 أذان ونقولها علنا، ما فما حتى حد في العالم العربي يعمل 30 أذان في النغمات الكل على الدرجات المختلفة. وعملتها فيها سياسة أنك تعمل الابتهال في نغمة، مش تعمل الابتهال وتسلطن الناس في نغمة بعد تعمل أذان في نغمة أخرى. حبيتهم يكونوا ماشيين مع بعضهم في نفس السلطنة تاع الأداء مع تبتهال وأذان مع بعض. مع الأذان وعندي كذلك اسمه عندي 15 ابتهال معمولين زاد حاضرين. عندي حتى مش ما قدمتهمش أنت للقناة الوطنية حبيبي كل شيء بالقسمة والنصيب. لا أنت قدمتهم ولا أنا كلمتهم؟ أما كلمتهم شوية مخر أنا خاطر مصورين حاضرين. هذاك علاش هما وقتها عملوا لونجاجمون مع كلمت يعني اللوم علي أنا معناتها قدمتهم مخ بعد ما هما يسونتونجاجي مع منير اللي نتمنى له النجاح والتوفيق وامال علوان ربي ينجحها وربي يوفقها شاء الله. اوك قاعد دموع على الاقل ابتهالات موجوده بصوتك تعرفين ولا في القناه الثانيه هاي وفي قناه اخرى شكون هي؟ قناه الحوار. الحوار التونسي. الحوار التونسي بعد الاذان الابتهالات باسمك معناتها بصوتك انت اللي قاعد معناتها أسماء الله الحسنى اللي نسمعه فيها هي بصوتك أنت. هي الأسماء الله الحسنى هي نغتنم الفرصة باش نقول لك أسماء الله الحسنى مش كل الأسماء الكل ورا بعضهم. الأسماء اللي فيهم 600 بيت شعر ارتجال 600 سمعنا حوجة منهم؟ لا صعيب برشا
معناتها 600 بيت شعر ارتجال معناتها في الجينيس بوك موجود. ما تصارش لا لا يزوم ميابتو ما فماش حد عمل 600 مانيش نحكي على روحي هذه حقيقة نقولها 600 بيت ارتجال لأبي مسلم البهلاني وهذا ما خسارة ما تصوروش وما يتعداوش هي خويا رمضان الجاي ودنا بهم موجود كل شيء كان حبوا على التصوير ها وتبارك الله الوليد كبر ولا يصور كان تحب خويا شكون يعاونك ها وحمزة عشعد كان جاي ولا عطاي معناتها ها العائلة تبارك الله معناتها كبروا الأولاد اليوم نعملوا عليهم لاباس 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 باهي شنو هي علاقتك بالكراسي؟ أنا كراسي عندك علاقة بالكراسي ولا؟ حتى طرف بالسلطة بالسياسيين بأصحاب القرار أحترمهم كل الاحترام وليست لي علاقة ب أن أكد لك عكس هذا قولي كيفاش كيفاش هات نسمع أغنية الكراسي هك ديجا عيد ما غنيت على الكراسي بعد نرجع بعضا نحكيه على الكراسي هما يفهموا ولا لا سي لطفي الفهم يفهم هما حسب رأيك يفهموا ولا ما يفهموش كل حد يتحمل مسؤوليته هذا كانت عام 2011 دونك مباشرة بعد الثورة نعم جست ماما دايما حكينا على هي فيها كلمة أخطر من خذوا المناصب والمكاسب وكل خوفي من الضباب بدون تعليق كل خوفي من الضباب أنك لا تعرف روحك ما تعرفش روحك فين ماشي اليوم احنا في ضباب في ضباب زال الضباب ما زال الضباب مخيم تحس نقص ولا زاد على قبل لا زاد زاد خوفك من شيء مش معناتها مش معناتها انا نلقي سلاحي لا ما يلزمني نعرف انا شنو اللي صاير شنو بدا مهيئ ما تجيش كي يبدا واحد مهيئ حتى كي تجي ضربه ما يطيحش اما يبدا مهيئ روحه مش مهيئ روحه تتنجم تكون ضربه قاتله حكايتك مع السياسه حكايه حتى طرف ها باش نحاول نبداو ندخلوا بشويه بشويه باش نفهموا بعد الثوره أخ مروان بالله أعطينا كتابي بالله عندي ساعة استنى فيها دونك بعد الثورة يقولوا أنك تحرمت من كارتاج عام 2012 شنو هي المشكلة؟ تهموني أنا من الأزلام بعد التضح تضح لي أنا منيش من الأزلام وما حد جابوا حتى حجة واحدة أغنايا بركة ولا انخراط في الحزب القديم مع كل الاحترام ما عمري ما انخرطت في حزب وما عمري مش حنخرط في حزب أنا راجل أنا ملاحظ وأعبر وأنا بوق وصوت هذا الشعب وأريد أن أكون المرآة التي تعكس ما بداخل هذا الشعب اللي هو مني وأنا هو مني وأنا منه هل حاس في نفسك 2012 أنك تتحرم من كارتاج بعد الكارير الكبير إذا أنت حسيتها ولا والله لا لا أنا استغربت أنا تمام أما استغربت معنى التخطي لا علاش استغربت بالاتهام بالاتهام هل كنت معناتها ماكش منخرط بون اي اما معناتها عادي جدا وقتها فماش في نجم يكون شكون يقول لي معناتها ريت انا العباد اللي ما نفهمهمش اليوم هو العباد اللي يخرجوا اليوم يقول لك والله انا كنت مناضل قبل ونقول لي لا ما فماش كل نجم يقول لي اللي قال لي راه مش موجود في تونس اصلا معناتها ينجم يكون النظام السابق ولا الرئيس السابق ولا الرئيس المخلوع بن علي ينجم يكون عنده محبة خاصة ليك وذا عادي انت فنان كبير ايش هي المشكلة فوالا جوستومون شنو المشكل شنو هي المشكلة شنو الميزات اللي خذيتهم فوالا شنو المشكل شنو هي لا شنو هي الميزات اللي خذيتهم شنو اللي خذيته كان تعمل على حفلات كارتاج ترجع بالتاريخ في كارتاج نتحدى اي واحد قول لك لطفي بوشناق عمل الكارتاج حفل يشبه على اللي قبله كل حفلة عندها سياستها وعندها مينيموم 70% جديد 70% جديد كل وكل حفلة عام حفلة جديدة وكل عام في أوروبا يعملوا برنامج يخدموا به 10 و15 و20 سنة أنا كل عام نعمل برنامج جديد ومن غير دعم حتى دعم حتى مسؤولين القدم والحاضرين يقول لك لطفي بوشناك خذ دعم في عمل فني ولا طلبت منهم دعم نخدم على روحي والحمد لله آخر مرة قابلت بن علي كان وقتش في هذه قصة طويلة مش نحكيها مش وقتها لا وقتها لا مش وقتها لا والله وقتها لا لا والله يا سي لطفي وقتها أنا نحب نعرفها الليلة دلل عليك الليلة
نقولها ولا ما نقولهاش؟ قولها حمزة. مازال هاو شي يا حمزة؟ مرحبا يا حمزة. قول قول وقولها يا حمزة. ايه هو يعرف شي ما قال قلق. قولها حاسيلو لاباس خلي عاد. والله لا والله صدقني تعرف اللي يسمعوا كل توا والله رم قوي في الراديو والله. اي شنو اللي صار مع بن علي في اخر لقاء؟ اللقاء الاخراني انا صارت الاعتداء على غزة 2004 كلمتني زينب فرحات مرت سي توفيق الجبالي قالت لي راه فما تظاهره لدعم غزه وقت نذكر في شارع الحبيب في شارع محمد الخامس فما مظاهره نظمها وقتها يظهر لي يا الاتحاد يا ما عرفش حاسيل مشيت بكل تلقائيه عملت مشيت ناجم محمد الخامس نلقى سي نجيب الشابي هو اللي عامل التظاهرة راني من بعيد حطني معاه في الصف الأولاني حطني في يد مشى فيا استفيد قالوا معناتها اللي انت وقتها معارض نجيب الشابي واضح وهذا يثبت اني ما كنتش معاهم ما نجمش تكون في حزبين وانا هكاك مشيت بتلقائية وزين الفرحات مشى فيا استفيد اول حاجه عملوها لي بتصاور ادرس ما في سكال رغم اللي اثبت ما جبت فلوسي من برا وديكلاريه في الديوانه وسي توفيق بن فرج كان يسمع فيا قعدت بحذاه اسبوع ولا اسبوع 10 ايام وانا نجبت في الاوراق اللي دخلت بهم من فلوس قعدت من بعد التضحي يمكن عملوا سقصا اللي معناتها انا ما كنتش معاهم ومعناتها مشيت عفويا وكل شيء كانوا صارت له كي رده الفعل معناتها ندم اي وعملوا لي عقله على داري اوكي وقابلني وشكرني وقال لي راني فخور بيك وكذا قلت بارك الله فيك عيطتك بالذمم اي نعم وتعديت في الخبر الاولاني تعديت قال لي ما سمعت عندك قال لي سمعت عندك مشكله قلت راهو عملوا لي كذا وكذا وراني جبت ما يثبت هذا قال لي لا حول ولا قوه الا بالله قال لي توري قلها ياك هاو مشى 21 فيفري 2011 عقل على داري مرة أخرى أي لا بيان سير قداش فيها كانت 280 ولا 480 معناتها عمل دار معناتها الحمد لله عمل دار ياك عنده لها عليها عقل معناتها مستغربين كيفاش عندك دار أي هكا هذيك هي سيدي لطفي بوشناق معروف صاحب مواقف سياسية واضحة إنسانية مواقف إنسانية أنا ريت بدأت الكلمة واحدة حتى قلت مواقف إنسانية بالبعض اتهمك أنك قريب برشا من قطر حتى طرف بعد ما عام 2012 كنت شاركت في اليوم الوطني القطري حتى طرف تونس والإعلام المصري وقتها هاجمك هجوم شرس حبيبي يا غالي يا خلي ناس أنا مشيت العيد الوطني أنا أدعو لتوحيد الصفوف أنا أدعو لضم الصفوف أنا أدعو للابتعاد عن الفتنة أنا أدعو إلى السلام في هذه المنطقة اللي قاعدين نشوفوا فيه ما لا يرضي لله لا التاريخ لا العقل اللي قاعد حاصل في المنطقة متاعنا أنا تابع الناس الكل ما عنديش انتماء أنا كيف يعملوا العيد الوطني بتاع السعودية نحضر وبتاع مصر نحضر وبتاع الإمارات نحضر كيف يعيطولي في قطر وقت اللي يجيني حد مثلا أنا واحد شخصية يجيني مثلا شخصية يسلم علي قدام الناس ومعها السفير أنا نجبد يدي ولا شنقول شنو هذا شنو هذا خيركم من بدأ صاحبه ومن حيا بتحية عيطولك مشيت وكها نعم ما تعيطولك مشيت وكها نورمال عادي جدا ما حسبتش معناتها انه بعد ايش معناتها مشيت لغاديك معناتها انتمي للنظام قولوا لي كيفاش معناتها قاعد ماشي جاي غادي ولا عندي اموال يبعثوا لي فيها من برا على حساب شنو هذا فاش قام اي ما من جهه اخرى البعض زاد اتهمك انك لحنت اغنيه ضد بن سلمان وقف السعوديه حتى طرف ماش كان سمعتها انت بازر بابا الغالي الغنايه هذيك نقول اول مره يسمعها حمزه بابا الغالي بابا امين انت وقتها قلت لهم لير او سلمان مانيش نقصد في بابا سلمان بابا في الكليب موجوده يا بابا في الكليب موجوده شكون اللي قاعد يملى في السله اهل الذكر يسمعوا فينا والصحفيين والناس شكون اللي قاعد يملى في السله ترامب قاعد يملى في السله ولا لا ولا كلامي غلط انت تعرف مش انا نعرف انت نسالك انت فين تملى في السله
حطينا في الكليب محطوطة ترامب وقلنا مسمار الحائط ملك جحا وحطينا نتنياهو. هذا هو. كنت صديق مقرب جدا لطفي بوشنيق من صديم حسين. مانيش مقرب يا ودي حتى مرة. اسمع كنت نمشي وقت اللي صار الحصار على العراق موقفي أنا كفنان عربي. ها باش نعطيك حكاية وانت قولي صحيحة ولا غلطة. تفضل. قابلته علي قاعد في جزء. لا والله كرك قلت لي كرك كان حطيت دكتي لو معاك وقلت لي بطاقة تعريف. والله لا والله لا في مركز. والله لا يا سي لطفي والله نستنى في الحوار هذا عندي مدة. الحمد لله جاب ربي بتيت عليك. راني عشت لبس خاطر بعد اليوم تربيو هذايا ظل يمشي يشلط على جبينه. لا والله لا اغزل نحب بعد نهار كي نقول عملت حوارات تقول عملت حوار مع لطفي بوشنيق وانا فخور الحمد لله باهي الحمد لله نكون فخور يدخل بيا روحانيه اخرى يا ولدي يمشي بيا ما عرفش كم ما عرفش برشا. كنت صديق من صديم حسين بالاماره قابلته بكيت مر اي أصبحت صديقه. كنت داخل سير ماشي جاي عليه. كنت نمشي كنت نمشي بابا الغالي ناخذ الطيارة على حسابي وأنا وقفت مع هذا الشعب وقت اللي صار الحصار وأنا كنت من الأول كنت ضد احتلال العراق للكويت لأني بحترم حرمة البلدان وغلط عملها صدام حسين. لكن ما غنيتش على صدام حسين ولا غنيت على أي نظام. غنيت للشعب لما تفضت الحكاية والشعب العراقي ولا في حالة ينثى لها كان يعمل المهرجانات نتاعهم يستدعوني نمشي الغادي ونمشي على حسابي في الطيارة ويأخذوني من عمان حتى البغداد 1000 كيلومتر نمشي غاديك وما تقضيت من عندهم حتى أجر. كيف وزير الثقافة بلغ للمرحوم صدام حسين قال لهم نحب نشوفه. يقول لي غادي كنحب نشوفه. قالوا لا ما نمشيلوش ما نجم حتى ولا خاطر سلمت عليه استقبلني وليت معاه نخطط معاه على المنطقة زعما يمين دي عليه هكا شنو هذا كيفاش بيقول لي كيفاش بكيتو مو خلينا نعرف. لا بكيتو قلت له قصيدة استحضرها تو تذكرها استحضرها صعيبة برشا تعال ناخذ منها بعض الأبيات. هذه القصيدة اللي قالها لطفي بوشنيق كي قابل صديم حسين. والصحراء هذه أمشلا هي كلمات آدم فتحي. صحراء هذه أمشلا أجسادي أم بيض عمري في رحى صيادي بحاجة للمدح منذ طفولتي لم ألق فينا لائقا بمدادي فلأغتنم فوز العراقي بنفسه وصرى فلسطيني للأمجاد. الشعر ماعة لفرط مجاعة الذين بلوا به فالعفو يا نقادي. شعب بلا ظهر أحاول شده بعمود شعر فاغفروا لعنادي. الباب فتحه من الذين استشهدوا من سلم المفتاح للجلاد. ستطبلون لفرحة مغشوسة وستخرجون لفرحة بحداد. سيدوسكم نعل الذي لذتم به دوس الحوافر ناعم الأكباد. وستندمون ولن تبل ندامة ما جف من حس ومن أعواد. هي طويلة. الأرض تصرخ بالشعوب تحركي بالنار بالأحجار بالأطواد. تتصارع الطبقات في زنارها وتصر تاريخ الصراع سمادي. لا بد من حرب بكل مدينة أو قرية أو ساحة أو نادي. القمح حارب كي يصير سنابل والقفر حارب كي يصير بوادي. والنمل حاربت الرمال بظفرها كي لا تداس بظفرة المرتاد. والورد حارب في الرياح بروحه حتى تفيض بريحه وتهادي. لما ننهض الدنيا وذاك قعودها أحلى لضرب الطبل والأعواد. وعلام نصنع طائرات ركوبنا وظهورنا دوما على استعدادي. وعلام قنبلة الدموع وعندنا بصل يسيل الدمع في الأوراد. لا شيء يرضيني سوى عدم الرضا وعلى رمادي اعتدت قدح زنادي. فترجلوا إن أتعبتكم رحلتي إني فتى أنجبت فوق جيادي. وإذا وقعت فتلك موقعتي أنا الشعب شعبي والبلاد بلادي. الآدم فتحي ودي خاتيني يفهمها زعما زاد احنا الجود احنا الكرم زاد زيتها. نحيي كذلك اخويا العزيز صلاح الدين بوزيان. فهم كلماتها صدام وقتها ولا حسب رايك انت اليوم يا ولدي شنو فهمك شنو فهم كلامها بهيش الرجل بدموعه هابطه. قال لي صحيح حقيقه قال لي بس قويه جدا متعبه. 2019 سنه
ما عندهاش برشا الحكاية. الاحتلال يمنع لطفي بوشناق من الدخول لمهرجان الكمانجة الدولي في رام الله. لا ما منعونيش، من عزوز عازفين، لكن صارت إشكاليات في حكاية الوزارة، باش نقولها بصراحة، معناتها وزارة الثقافة طلبوا منهم في تونس، طلبوا منهم السفارة التونسية، السفارة المال والمهرجان، إدارة المهرجان، وزارة الثقافة في فلسطين، باش يتبرعوا بالتساكر. فهو جاوبوا عليهم بالإيجابي، معناتها مكتوب، لكن إلى آخر لحظة ما تحصلناش على التذاكر يعني. والله والرسول أعلم شنية الأسباب. أنا قلت لعل ما قد يكون هذا بسبب ما قلت، أنه فما فنان إسرائيلي اقترح عليك مليار باش تغني معاه ورفضت. أكيد معناتها المنع ينجم يكون بسبب هذا. لا لا لا، ما عندهاش علاقة. لا لا لا، هذه عندها أكثر من عامين ولا ثلاثة سنين حكاية السي دي. مليار مليار اي نعم، 450 ألف دولار مليار اي نعم. وشنو رايك مالك تلقى توين سيغني وغادي تو؟ ربي ان شاء الله يفتح البصائر، وربي كل حد يتحمل مسؤوليته، كل حد يتحمل، وهذه قناعات، وهذه بعض يقول لك هذا فن والفن لا حدود له، ما عرفش هو كل حد حر. انا ما نمشيش، انا عليا بنفسي. انت معروف معناتها بدفاعك الشرس عن القضيه الفلسطينيه. نعم نعم، انا قضيه فلسطين ما اعتبرهاش قضيه الفلسطينيين، قضيه كل انسان، انسان وكل عربي، وكل عربي قضيته فلسطين، مش قضيتهم برك اولى القبلتين حبيبي راهي. انا لو وجدت مليح وسمعت اكثر ما يمكن موسيقى والاخ ده اللي دمك يعطيه الصحه قال لي التيتر ذا معبر جدا، اسمه اجرس العوده، نسمعوه ونرجع. أغاني الملتزمة للجاز، للتلحين للشاب خالد، للغناء مع أشهر الجروب متاع الراب في فرنسا أيام. تبارك الله أخويا، اللهم صلي على النبي لطفي بوشناق، هذاك علاش هو نجم الليلة في أول حلقاتنا. لنا حين تبي ذا سيبو ما عادش نستحقوها سيد. نرجع نضحك ونلعب أخويا مع بعضنا، بعيد على الفن والموسيقى. لطفي بوشناق هو بول زوز نوارات، دونك بو زوز اولاد، برشا يعرفوا عبد الحميد، ام برشا ما يعرفوش حمزه. حمزه ولدك الصغير اي، دونك حمزه موجود معنا. عسلامة يا حمزه. ما وجه حمزه، ما وجه حمزه، اون فاج وعلي وصوفيا اي، ان شاء الله ربي يفضلهم لك. مرحبا يا حمزه. ده انت قريد العش ولا لا؟ لا فوق شوي، فوق شوي فما بعدي. دونك انت قريت دروا، قريت سيون جوريديك مع اسماعيل هاي معكم، عملت ليسونس اون دروا بريفي، توا هاني مع العائله. توا هك مع العائلة، مش على خطى الوالد من اليوم. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. الله يبيه ولا سي لطفي؟ اللي يلزم ديسيبلين، نظم في ديسيبلين ولا لا؟ كنا منظمين، كنا منظمين في ديسيبلين. ديسيبلين ما بنحكيوش. باش نرجع لك حمزة، اما قبل نحب نسأل الساعة، لا تفرج في النوبة في رمضان ولا؟ تفرجت فيها بطبيعة الحال. عطيت ملاحظات لعبد الحميد؟ ما نجمش نعطي الملاحظات توا، لما نكمل نشوف الدنيا الكل. انت شاركت معاه معناتها عاونته في معاه؟ يا اكيد باش يقول لي شارك معايا، شارك معاه ما عنديش. قول لي توا عاوننا مع معناتها العباد، عاوناهم وعملنا بلاش مش ولدي معناتها. علاش لا؟ ان شاء الله نكون ايجابي، مشاركتي ان شاء الله تكون ايجابيه. ما سالتوش انت، قلت له مشاركتي ايجابيه ولا هو يتحمل مسؤوليته؟ بالله ترى ماذا بيك يجي قدامك تسال تقول له انا مشاركتي ايجابيه ولا؟ انا نقول لك ما نقولوا ايجابيه ولا مش ايجابيه، لما معناتها يوفى المسلسل. احنا خلص نقول احدث حتى التوى حتى التوى، معناتها شفت، معناتها ما شفتش شيء، مع الشيء اللي قلته ما عرفتوش فين باش يتحط، وشنو السبب نتاعو اللي انا جيت من اجله عيط لي، معناتها يلزمني نشوفه في الكونتكست كامل، في السيناريو كامل، باش وقتها نحكم مشاركتي كانت ايجابيه وكانت لابد ان تكون او لمجرد اسمي فقط. اها استغل في اسمي؟ لا ما نقولش استغل، ما نقولش، معناتها نجم هو شافني يكون بنيه، مش يستغل في اسمي حتى. أحنا الاسماء اللي شاركوا الاخرين كممثلين وكمطربين اللي شاركوا معانا ما همش شويه زاده بابا. انا اقترح عليك حاجه سي لطفي، سؤال مش مطروح لهنا، سؤال نوجهه مباشره لعبد الحميد. صح شريبتك خويا، مرحبا. صح شريبتكم، منكم سي لطفي وحمزة بوشناق. يعيشك يا أخوي العائلة الكريمة كلها، وتلامين عليك شبطها معنا العائلة الكريمة. صح شريبتك به. أي قال لك وين وظفتني أخوي في المسلسل نتاعك، وين حطيتني؟ هو وقت
وقت كلمت لوتي بوشناق وهادي حبوبه وسمير لوسيف كلمتهم راهو باش يمثلوا ادوارهم هما، يعني انا هما لي زاباريسيون اللي باش يصيروا في المسلسل تاع النوبه باش يكونوا في كونتكست نتاع السيناريو، واحد جاي في عرس، واحد جاي في حنه نتاع شكون، واحد جاي في تور. دونك هذوما العروسات اللي كانوا يصيروا قبل سواء في الديار العربي ولا في السطوحات كل كانوا يجيبوا فنانين شعبيين ومنهم لوتي بوشناق، هادي حبوبه وسمير لوسيف، يعني هما لعبوا ادوارهم باساميهم، ما لعبوش دور كيف ما كافون مثلا. معناتها لطفي جاء ان طونك لطفي بوشناق. اي جاء ان طونك لطفي بوشناق وحكينا عليها ديجا احنا اليوم. باه اي مالا نستغل وجودك معنا عبد الحميد، انت تكلمت البارح ولا قلت البارح تولي مع هادي زعيم في موضوع الاسم تاع النوبه والنوبه ولطفي كنت مشارك انت في النوبه. اي مش نوبه، انت شاركت فيهم الزوز حق، شاركت في نوبه المسلسل، شاركت في النوبه للعرض زاد كيف كيف. باه هالبوليميك هذايا اللي صارت بسبب الاسم وكل، انت شنو موقفك منها؟ انا ما عنديش ما تستحقش باش نعمل حتى تعليق كل صراحه. إلى الأمام بابا الغالي، حكاية فارغة. هذا قلتها لنا إلى الأمام بابا الغالي ولا لعبد الحميد؟ لا قلتها لك أنت وقلتها للي يسمع فينا، حكاية فارغة، مانيش غادي حتى طرف. معناتها اللي يستحق اليوم أنه يصير اسم، معناتها مشكل على الاسم تاع مانيش غادي بابا الغالي في عالم آخر، في روحانية أخرى، بعيد على كل هالتجاذبات والكلام الفاضي هذا. ما عنديش أعصاب وما عنديش لا 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 ثقافتي البسيطة ولا إنسانيتي ولا الروحانية متاعي أنا باش نخوض في مشاكل مثل هذه. كل حد حر يتحمل مسؤوليته اللي قال، ربي يعين كل حد. انت عشكون انت والنوبة هاي حمزة، انت عشكون النوبة عمالي هي شكون عمالي برشا عمالي ولينا برشا نوبة دونك نوبة متاع الناس الكل أمانك يا أخي، وليت مشكلة متاع شكون انت والنوبة، معناها يعطينا ترجع الحكايه بالكدي والعبيد الشيخ بالنوبه اللي تحط في اليوتيوب تتفرج في السبكتاكل الشيخ ويفرح ويشتحوا يغنيوا معاها، الناس الكل تعرف الحكايه نتاع النوبه والحكايه هذه. دونك زيد البوليميك اللي صارت الكل، مي بون ربي يهديهم الناس الكل، وكا واحد يقول ربي يهدي وكا ربي يهدي وكا ربي يصفي نحاسنا يا رب امين يا ربي. عبد الحميد وي سيدي بعد اذنك، والله انا باش عندي معلومه، معناتها باش نستغل وجودكم الزوز باش تقولوا لي صحيحه ولا غلطه. اسم صحيح انه لطفي قعد متغش عليك 6 اشهر ما كلمكش؟ ست اشهر برشا اللي قعدنا ما نحكيو شي مده اي، اما سا ديبو على شنو انت على اي انا على الانترنت فوالا على هذاك نحكي، انا على عمل قدمته في الانترنت قعد ذولي مده ما يكلمكش. اي صحيح معناتها الحكايه اي ما كانش عنده علم به، وكان فيه تيتر نتاعو كان مش عاجبه يعني هو وعنده الحق. على ذلك انا حتى كنت نشوف الحلقات اللي موجودين اسمي عبد الحميد ما نحطش بوشناق في الحلقات. هكا وصلت له المعلومة، وصلت له بعد بريسك 6 اشهر من اللي خرج السيريو عم تشوف ما في بالوش جايزة. قالوا لي ما في بالوش، قالوا لي ما سامحك الا ما في بالهم قالوا لي ما سامحك الا ما بدلت لها الاسم ولات هذوكم وتعدت في الاسم. مش حاجة من الاسباب بس ما كانش هذاك السبب اللي انا بدلته، انا بدلته خاطر قناة العائلة. فهمتك، هذيك حاجة أخرى. أما سينو معناتها ما عادش بتغش عليه اليوم سينو ودي ما تراو لي جون توا راهم ما تمشين في هبلات اخرين يا سي لطفي. ما تنشوش لا لا انا متغشين لا لا هبلات قلت هبلات اخرين لي جون اليوم معناتها هذاك علاش. فما ديما عندي انا خطوط حمراء. تغششت علي برشا انت وقتها يا ودي. عندي خطوط حمراء انا مع روحي، مع روحي انا مش مع ولدي، انا مع روحي هكا عندي خطوط احمراء ما يلزمنيش نفوتها. وكاو خط احمر كيما كش تحب لولدك مو تحبه. انا بلاصتك كيف كيف معناتها نتصور روحي نعمل نفس الشيء. انت عبد الحميد بلاصته هو تعمل كيف ولا ايه؟ انتم عاملين ويكاند مزيكا عبد الحميد. لا من لا والله لا من الوسط الفني تخطوا لي للدار. والله لا اما اسمع انت لولدك تعمل كيكه ولا عبد الحميد؟ اي نتصور اغسل لي فميش عبد الحميد كان عندك شوية ماء بالصابون صبه في قدام العتبة باش اللي يدخل يزرق. باهي وانا باش نقول الحمد لله فاتح عندي. الحمد لله. ماكش تروح اليوم. سمحنا امين سمحنا. اي اي انا خليكم معايا لمعاتكم كتهبوا هذي ماشي نعمل دور. ولا نعمل دور انا. كما قلت لك راهو كان كنت ما كنتش نتصور اللي هو باش يفرح يعني فهمت. انا كان هو تقبلها الحكاية وما صارتش حتى ريكسيون. انا اللي نتصور. لازم مخبي لي حاجة يعني. وراس خويا اللي رفيه في عينين معناتها لطفي اليوم برشا فخر بك انت وبحمزة وبولاده كل. وانا متاكد معناتها انا رفيق كل يوم زيد راهو امين. لا لا انا يعني انت ترفيق كل يوم فخر هذاك انا الفخر هذايا ريته اليوم في عيني معناتها هو فرحان بولاد حتى احنا رانا بيان سور في عينينا الفخر بيان سور
معناتها انت انك تكون ولد لطفي بوشناق عبد الحميد معناتها اليوم حاجه وخدمتك حاجه اخرى. هاي معناتها هذا اللي لاحظته انا اليوم. انت عمرك ما استغريت قلت انا راني ولد لطفي بوشناق؟ لا انت المخرج على روحك معناتها اليوم. وهذا راهو هو علمها لي راه باش نبداو واضحين. هذا سي هذيك على شنو تربيت انا؟ عمرنا ما كان الاسم ولا اللقب هو اللي يكون عبد ولا يصنع من عبد يعملوا كارير. سي خدمتك انت كاش كو تيفو انت وحدك عبد الحميد مش عبد الحميد بوشناق ولد لطفي بوشناق. وذاك اللي علم هنا هو انا نحب عمل مسؤوليته. اي وبالحق راهو سي غراس للديسيبلين وغراس خاطر فما حاجه انا نقعد تقعد في مخي نهار تدخل باش نعمل سينما وكل ونخسر ونبدا مخسور وكل كان يقول لي كلمه برك يقول لي بابا اخدم على روحك تو الفلوس تجي تو الفلوس تجي ومن غاديك سي فريمون هذيك الديفيز نتاعي لازمني نعطي حاجه للناس. أما هذول التوا الفلوس مازالوا ما جاوش بابا حمايد. نعرف انا ما حبيتش نقول كهو والله غالي. خاطرك رد بالك بابا توا يصبحوا لك غدوة على الصباح كاردي دوبيتي. بابا تسهلنا فيه قلت لك الباساج اللي دخلت فيه في المنتخب. تعرف لطفي اسمع عبد الحميد ولطفي وحمص تعرف باش يصير باش يقعدوا يرهنوا لك الدار انت لطفي عليه امور نظمه كل ما تصير مشكله لطفي يجي يرهنوا الدار. الحمد لله منظمين. شو تعلمت منه عبد الحميد انت لطفي؟ كل شيء كل شيء. انا راني من العبيد اللي انا تاثرت بهم حياتي كامله والتو هو يظهر لي من اهم العبيد. كان مش اهم شخص في حياتي يمكن اول مره يسمعها هو تو هكا ديريكت لكن هو من العبيد اللي هما سيغاسو اللي انا خلطت اللي انا تو خلطت له لونفي دو فير بليزير للناس. انا مبهر من اللي انا صغير كيفاش الناس تتعامل مع بابا وكنت ديما نتمنى مع اي وليد يتمنى يكون كيف بوه. لكن انا بابا لطفي بوشناق وواحد كي يبدا حياته وحط هدف باش يولي كيف لطفي بوشناق والا خير حاجه صعاب لكن سي ان شوما مزيان ياسر. عارف تخرج من فمك عارف تخرج من فمك بابا رد بالك خير من لطفي بوشناق. يفتلك عليك يا ودي بتوديش قاعده تخش علينا في جسمه. لا ما تسمعوش انا مش كلامش عارف يا ودي في ليله رمضان راهو كان باش يولي جديه ماشا ماذا بي واحد اللي مدبش مش نصته عن نفسه. لا 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 والله لا شو انتم عائلة انا ما ندخلش اي مسكين تشخصي والله ما عمل حد شيء ما خويا يعطيك صحة عبد الحميد وان شاء الله ربي يوفقك. نحب نهنيك على نجاح نوبة وان شاء الله ربي بالتوفيق والعمال اللي تعمل فيهم راهو عمال ممتازة ومن نجاح لنجاح قاعد يونشين. خويا تبارك الله عليك يعطيك الصحة. الحمد لله. اي خويا ليلتك زينة عايشك يا حميدة عايش خويا في الامان. حمزة انت شنو تعلمت من الوالد؟ برشا حاجات ومازلت نتعلم. هاني نتعلم فيه ديجا كيفاش يتكلم كيفاش قاعد يبازي فيك من قبيله كيزيد نتعلم دونك سي اون ايكول بار. وبالنسبه ليا انا معناها ديما اونتين باش نقولها باش نقولوا برشا بريتونسيو ولا حاجه هكا مي انا بوتيتر نمن برشا بالاكسبيرونس تاع الشارع ومتاع لا في ومتاع الحياه البرا ومتاع العلاقات وهو سي اون غراند ايكول في الحاجه هذه. دونك هذا اللي خذيت منه برشا ان سافوار فير هومان. معني ما علمنيش موسيقى ولا قراني ولا حاجه. لطفي بوشناق صعيب صعيب ياسر مش صعيب ديسيبلين ياسر اي صعيب يفرض الاحترام بالسيف عليك. اي بو يزمك تحترمه حتى كان مش صعيب. لا لا الاحترام معناتها معناتها اون ديغي كيما احكي على الوالد نتاعو اللي تعلموا منه عندي احساس هو بيدو اللي علموا لكم انتم. اي بيان سور معناها كنت كما كونش فنان اعمل كارير ميليتير ناجحه جدا فكره. انا متاكد منه الشيء ذا على ديسيبلين اللي عندك خويا تبارك الله. وصل الاولاد يحكيوا لراسهم اللوطه. لا لا والله لا حكيكم في تصويره غلطه راهو بلاتو غلطه ياسر. ليه سي ان ريسبي ما انا ديما خاف باللي كيستيون هذوما خاطر معناها لي ريبونس صعاب ياسر. كيفاش انا باش انت نجم تقيم بوك؟ نجم قيم وترى عندي انا الموديل نتاعي اللي تربيت عليه هو بابا معناتها ونحب نعمل الربوع نتاع الربوع اللي علمه لي نحب نعلمه لي. قريت ما نعرفين سبحان الله والله بالرسمي والله. كنا عندنا نفس التقييم هذاك. انت اصعب خاطر بوك لطفي بوشناق. لطفي بوشناق سي ان ارتيست وبابا حجره. انا نفرق ما بيناتهم. انا ولده ماشي في الثنيه نتاعك يظهر لي حمزه معناتها عبد الحميد مشى في المسؤوليه حملتهم مسؤوليه معناتها هو مش في الموسيقى كيف كنتي هما حملتهم مسؤوليه ديجا عمل الموسيقى نتاع مسلسل نوبه اي نتاع الحلقات قلت لك حملتهم مسؤوليه لانهم
الكونسيونس نتاعهم معناتها تخليهم يقول لك بابا اذا كان عمل اسم معين ولا وصل لدرجه اقل شيء يعني نحاولوا باش نحافظوا له على كل الدرجه هذيك بتصرفاتهم باعمالهم بمواقفهم بتعاملهم مع الناس بنشاطهم بالجديه نتاعهم في العمل خاطر يعرفوا حتى أيه. شيء حتى شيء ما يجي بلاش توا حمزه كان يحب يمشي معاك حتى شيء ما يجي بلاش خويا امين كان يحب يمشي معناتها يمشي في نفس التوجه نتاعك في الفن في الموسيقى يتحمل في مسؤوليته شنو النصائح اللي تنجم تعطيهم له انت اليوم انا أيه. أنا أنه معناتها يكون صادق في عمله وما ينهزش على الظهور على حساب المستوى وعلى حساب عساب القيمة الفنية واضح؟ مش يجري والهيت وراء الظهور وراء النجومية النجومية المفبركة لا أنت أولا نقول له ديما انطلق من مبدأ أنك ترضي نفسك بل كون أناني والفنان كان في كل المجالات كان ما يكونش عنده الأنانية اش معناتها الأنانية أنه يرضي نفسه أنت ربي ميزك باش فنان أعطاك موهبة من عند ربي وأعطاك شيء اللي يميزك على الناس العاديين إذا كان ما تعطيش قيمة لك الميزة هذيك وتحطها في المكان اللي يلزم تتحط وتعطيها قدرها وتعطيها قيمتها وتكون مخلص معاها وعايش من أجلها هذيك الأكسجين متاعك هذيك روحك لكن اقتنعت بالشيء هذا في كل المجالات يتمعادش تخاف على روحك لأنه شيء طالع بصدق وكل ما يطلع من الأحشاء ومن القلب ومن يوصل إلى القلب ويوصل إلى الأحشاء ويقعد هذا هو تكون صادق وحابب الشيء اللي تعمله بصدق وبحرفية حمزة أنت معناتها موسيقى تلحين ولا باش تدخل للغناء ولا لا أنا عندي جروب نتاع روك نلعبو بروغريسيف بسيكيديليك 2007 دونك موسيقى اكسبيريمونتال مش تاع غران بوبليك مش معناها ديرنييرمون عملنا ان كونسير في الكيف سيلينغ ستونز فيستيفال il y avait beaucoup d'étrangers de groupes من برا و on a eu un succès on a des propositions باش نلعبو تشالا برا دونك غادي نخدمو Mais c'est pas un truc commercial, man. Non, je suis pas commercial. Jumla, je suis pas style hédéka, ou tu m'as pas la musique hédéka. La alat bader raykum bad, Allahu a'lam. Non, كان مش نفرق سنة كيف ما تسخيل باش نظهر ولا باش نولي ستار. لا لا لا, معناتها لازم تمشي في ستيل اخر نتاع موسيقى بعد. Peut-être style توا اللي جو ريميرسي عبد الحميد زيد حل لي مخي على حاجة أخرى هي سي دو ميوزيك دو فيلم اللي أنا عجبتني برشا الحكاية هذي. و peut-être برشا عبيد غاديين يكتبوا على نوبة وعلى لي كومون تير على الموسيقى ça me fait énormément plaisir ni نقرا فيهم خاطر احنا on est un feuilleton نخدموا فيه par séquence معناها si vous remarquez كل حلقه عندها موسيقى نتاعها فمش موسيقى تتعاود دونك على 20 حلقه كل حلقه plus ou moins عندنا 8 اغنيات في كل حلقه هي مش غريب انه عندكم في الاديان في السينما خاطر حتى سي لطفي زاد عنده مع السينما ديجا دي مع السينما ممثل ما نجمش ومن بعد لا عملت دور ممثل عملت في سينما مش في تلفزيون صندوق عجب اي فوالا ما تمثلت في صندوق عجب من بعد دجا في شاركت في مكتوب اي معناتها دجا عندك في الادين تمثيل موجود معناتها كلام الليل زيد كلام الليل مع سي توفيق الجبالي على ذكر الاعمال التلفزيه تفرج في التلفزه سنه ولا في رمضان تفرج شنو الاعمال اللي جلبت انتباهك سنه في رمضان انا تو ما نجمش نقول الكلام خاطر انا ولد عبد الحميد بوشناق ريت كريم الغربي كريم الغربي اسمه خيان في الاعمال الدراميه تفرش في ولاد مفيده ولا شفت اي بيسي به قضيه 460 فكره لي من قبل ابو اي بيسي عليه وشفت مشاعر زاده اي شفته باهي برشا برودكسيون حتى الفيلم نتاع المسلسل نتاع الوطنيه الاولى مايسترو شفته زاده انا هو الاعمال والنوبه بيان سور قاعد تفرش اكيد اي معناتها هي الاعمال كي نقول لك اعطيني ثلاثة اعمال اللي جلبوا انتباهك في هذوما كل حتى واحد بما فيهم حتى يفاول الكل نعطيك رأي باهي في بالي حتى شي فردو بشي فردو خويا تعبني راه ولا تعبني حاجة عرفت بيك
أنا سألتني على ولدي ما عملتكش رأي، قلت لك وشاركت فيه كيفاش باش نولي نعمل بالبيبليسيتي زعما. لا ساعة ونص من زمان والله تعادوا في رمشة عين. نحب الرسمي اللي حاضرين في البلاتو بالرسمي اللي 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 عمل الجو اليوم مع لطفي بوشنيق فازي، انا متاكد حط لي فكره هبه مازال ينجموا يعملوا كيفنا. دونك برافو 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 الضيف يد المضيف حتى لا والله برافو والله برافو بالرسمي استمتعنا على الاخر وكان العمل ناجح هذا. خاطر فما فريق عداد خويا ممتاز، فيه محمد علي دمق، فيه اسماعيل يعطيهم الصحه وجابوا حاجات ثبتوا معناها. وي نخدم على رواحنا اخويا، نحن بالورقه وستيلو كل شيء. يعطيكم الصحه كل شيء بالورقه وستيلو. خلي لك كلمه الختام، شنو تحب تقول؟ ان شاء الله ربي ان شاء الله يوحد صفوفنا، وان شاء الله يا ربي بعد البلاء على بلادنا، وربي يوفق ولاه امورنا لما فيه خير ومستقبل هذا البلد العزيز الغالي، وربي ان شاء الله يبعد علينا الفتنه يحببنا في بعضنا، وربي يجعلنا كالبنيان المرصوص ان شاء الله. امين يا ربي. كلمه عمرك ما قلتها لبوك تحب تقولها له اليوم؟ كلمة ما لا أسأل يا أخي. أي فزي هذوما يتقرأوا. كلمة سؤال نخليه محضور. سؤال عندك سؤال فزي. شو معناها حكاية فارغة؟ أو نجيبوها في الكهرباء مش في الراديو. شو يقولوا ديما يسألوا فيها حكاية فارغة. أنا كيف نعرف اليوم قداش عمري 65 سنة؟ كيفاش تعداو؟ شو يقول لك؟ عديو ما شاء الله الحمد لله يا رب. يا ودي لاباس مانيش نشكي، اما كيف تفكر وتطلع للروحانيه الفوق وتقول 65 سنه تعداو، كيفاش تعداو؟ شنو اللي مازال زعما اللي مازال اكثر من اللي تعدى؟ يا اخي ربي يفضلك لينا. المهم تعيش بضميرك وتكون ايجابي في هالدنيا هذه، وما تكونش ما تعيشش عاله انك قدمت خدمه وكنت معناتها ايجابي في حياتك وعملت حاجه في ميدانك وما عشتش كركاري على بلادك. بون على الحياة. كلمة الختام قالها سينو. انا ميرسي بوكو على الانفيتاسيون. ربي يفضلك. انا متأكد اللي عندك خويا مستقبل كبير يستنى ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ويعطيكم الصحة، واللي خدموا الكل السنين المسلسلات ولي سيت كوم كل راهم طيارة، وصافي انورمون بليزير باش تولي عندنا برودكسيون هكا والله. انا كنت فرحان برشا اليوم في اول حلقات نجم الليل اني استقبلت واحد من اكبر النجوم في العالم اليوم، ونعرف شنو نقول كان تسمعوا الحلقة كل على السيت نتاعنا www.mosaikafm.net. دونك تعرف على شنو قاعدين نحكي. ولطفي بوشنيق ميرسي اللي جيت بحضرنا اليوم. فضلك يعيشك بارك الله فيك.